أستاذ سمير حبيب، يمكن من بدايات شخصية فطوطة خالص، حضرتك كنت مع الحاج فهمي عبد الحميد في وضع اللمسات للشخصية دي ولا قبليها التقيته؟ لا، انا مع الحاج فهمي معتمد من ايام نيلي، دخلني المطبخ. بالظبط، فانا كنت في ليكوا نجاحات السكند لاين في المطبخ بتاع الحاج فهمي. وزع دي يا سمير حاضر، صلح دي يا سمير حاضر، لحن دي يا سمير حاضر، عايزين نظبط دي يا سمير حاضر. جينا بقى في شريهان، بعد ما وزعت التتر بتاع الشيخ سيد مكاوي، قال لك صحيح. ايه؟ قال لك الحاج فهمي اعتمدني قوي بقى، فحطني يعني رئيس الشيفات. بس صحيح، وبقيت اخد بقى 14 تاخد فزوره. نصيب الأسد الأول وبعدين الباقي يتوزع يعني اما اللحم. عملوا فوازير حول العالم، ما انا كان اسلوبي يعني افرنجي شويه، مش خواجة. شرقي. خواجة. بالظبط كده يعني. فكنت باخد بقى البرازيل ومكسيك وانجلترا وباريس ومش كل ده. فجت شغل كتير، وكملت بعد كده بقى مع الحاج فهمي.